يا مرحبا الساعة، ويلكم تو جراسك وورلد ايفولوشن، اللعبة اللي ولعت اليوتيوب عندي الصراحة. يعني هاي اللعبة اللي اسميها ولعت اليوتيوب عندي، بس ترى انا على انتر ستيشن، ما عندي انتر ستيشن انا هني. كيف المفروض اصلح كل شيء اذا انه مديون؟ اوكي، هاي جزيرة المصايب، والله جزيرة المصايب هاي. ريسيرش ريستورانت incomplete track، ما عندي فلوس. emergency shelter، خلنا نستكشف الخريطة أول شيء. arrival هني، يوصلون ينزلون لين هني. في عنا تراك هني لين وين؟ مسكر آخر الدنيا، مسكر ما أعرف سالفته. innovation center وهذا زين. أقدر أحط شيء بالدين؟ ما أقدر. زين، توتال انجري مدري شو الى اخره. اوكي خلي اجرب. ما عندي ديناصورات صح؟ يعني الوضع امن. انا مش فاهم بالضبط هم كيف مفروض نحن نرد احياء الجزيرة، لكن اللي يخطر في بالي انه ممكن ماينس 1 مليون go to finance ماينس 15,000. ما اقدر اجيب شيء من جزيرة ثانية، ما اتوقع. المشكلة فلوس كل جزيرة بروحها، لو انا فلوس تيني الجزيرة اللي عقبها مو سهرات. زين خلنا ناخذ نيو كونتراكت. زين build connect and power viewing platform. اوكي بس ذا نون منت. زين اذا ابيع مباني كم يا رجالي؟ مليون وشوي. انا اسف لكن عليك الرحيل، انا اسف. ونحط لنا الشبك. لحظة، موجود هني؟ هي موجود. زين شو اسوي؟ تو اكسبنسيف، خلينا نبيع شيء ثاني. 150,000، انت كلك 150,000. ما سويت شيء انا. هذاك بمليون وشيء ينباع، بكم بحط يا عيل؟ شبك ولا ما شبك الحين؟ شبك. نبغى كهرباء هني. زين ونبى كهرباء. too expensive. شو ابيع بعد؟ عندي سامان ابيعه. انا هذا الحل اللي قاعد اشوفه حاليا، يا ابيع كل شيء. انا اشوف الحل كيف اشوفه صح الحين. انا هذا اللي اشوفه صح لازم المفروض اني اسويه. هذا بيفتح، ابى اطلع ديناصورين. اول شيء ديناصورين تي على الطاير، ارخص شيء. too expensive. 48,000 انت رخيص تعال. بنحط لهم اكل. ما عندي حق اكل. ما عندي حق اكل. شو المبنى الثاني اللي ما يشغل؟ شو المبنى اللي يشغل؟ يبين عندي مبنى غير شغال. وينه؟ ما تشوف مبنى غير شغال. خلنا نهدم هاي بعد بالدرب. مضايقني انه مش موصول بشيء. اوكي بس ارتحت نفسيا. يعني اساسيا شو بسوي؟ بجيب هاي جزيرة المصايب هاي. والله جزيرة المصايب بالقو. انا نسوي ريليس ديناصور. لازم ابيع شيء احطي ملاكل ترى. لازم ابيع شيء ونحط مو على كل. سوري سيرجون نمو الاكل. 150,000 فيونج بلاتفورم. نبني بشوي سياح ان المكان يعتدل. زين شو المبنى اللي مش موصول يا جماعة الخير؟
هذا مبقق ولا بيذبحني ولا بيذبحني؟ أبي يشتلني ولا يشتلني هذا؟ إن شاء الله ما يضربون بس هالثنين. مكان مسكر عدل ولا مش مسكر؟ أوكي. أوه استوى عندي نجمة ونص. عجيب. الإكسبنسات. What the fuck؟ سوري. لكن لماذا؟ بداية بطيئة بتكون إلا إذا رد بي أكل شيء حق الكوست، لأن الكوست عالي لأن عندي محلات. إذا أخف الكوست ما بيضربون، هاي أهم شيء ما بهم يضربون. أنا بقى تكونوا حبايب، حاليا كونوا حبايب، كونوا حبايب، كونوا ناس حلوين، ناس محترمين، حبوا بعض. صدق يعني حبوا بعض، بس مش حبوا بعض إنه تقول ليه يعني. في حد قامي؟ ليش الزوار زعلانين؟ عندي زوار، شوفوا كم واحد، كم نفر عندي؟ 400 واحد. يوه قام يستوي زحمة مرة واحدة. شوفوا سألت المصايب بتعتدل ولا ما تعتدل؟ طلعنا بالبروفيت زين فيدك. بس المشكلة كان الكوست ماله انوبيشن سنتر ترى، يعني انا بعت هذا يباله ريسيرش اصلا بكبرة. بس أظني هاي الطريقة اللي كنا نسويها، صراحة ما في طريقة ثانية صحيحة. أنا بيخرني هذا أعرف وينه، بيخرني هذا وأعرف وينه. مين الخربان هذا؟ من الخربان اللي جاب العيد فينا؟ وهذا بعناه بعد، والله حرام هذا بعد غالي ترى. بس مكانه صراحة رومانسي، مكان رومانسي يعني، مش كتر أصلا أبدا، خير شر وايد زين. خل نبدأ ناخذ شو اسمه مهمات. نحن اخذنا شو ساينس توا، بناخذ هذا الثاني اللي بعده. build connect power viewing platform guest count 500 keep. نحن اصلا على كم؟ 400 قلنا تمشي. power viewing platform اللي هو اظني مسار باور وينك بلاتفورم، ما اعرف وين الصراحه. يمكن هذا يكون المونوريل، هذا عندي اركيد هنا بس يبغى ريسيرش. طب كم صح المانجمنت؟ مش ال شو اسمهم يا اخي، هاي وين صار اوبريشنز اكسبيديشن سنتر، وصل سنتر، ريسيرش سنتر، نبغى هذا رينجر ستيشن. يبانا مال بو مليون ونص، يبانا مال بو مليون ونص بس حق هذا. خلنا نشوف المهمة الثالثة، يمكن في شيء نقدر نسويه. بس باور فيوينج بلاتفورم ها موجود، بنحط فيوينج بلاتفورم ثاني ولا يزعلون إذا كان في فلوس. طبعا ما في فلوس. كل زين أصل جينوم 75%. بس إذا سويته بالطريقة هاي بيوينج بلاتفورم، لأن هذا ينبني بيحل 20,000,000,000 حلال. ما عليكم هذه أخص أو أن حق كونكشن مستقبلي مو مشكلة. كونكت أند باور فيوينج بلاتفورم، يلا اب خلصنا. شو تبنون فيه؟ أنا ما أشوف حد يبني، أسمع صوت بس. هذا هو بس بروح هني، ما في غيره. ها فيولينج جاليري يا اخي، انا ابا فيولينج بلاتفورم حتى فيولينج جاليري. امسك يود
مو مشكلة عادي، بيبلنا هذا ناس، بيبلنا على أمل يبلنا ناس، على أمل. كل 130 140 ألف. إنزين كيف قس كنت بب 500؟ كيف 500؟ كيف إني 500؟ بعدنا 51. ها معناه بحتاج كيوبيت 48 ألف اللي هم بيون الحين. أيوة إنزين بيون الحين. خل ناس زيادة شوية، 44 41 ألف درمنت. اللي هي هاي جزيرة مصايب، ترى قلت لكم من البداية جزيرة مصايب من عونة والدين. بطلع روحنا شوي جزيرة، بس مو مشكلة عادي بنتحملها شوي، بنتحملها على أمل إن الجزيرة هاي نعدلها. هو لازم نعدلها، محتاجين ريسيرشات نحن حق الديناصورات الإيداد. خلصت كل المهمات وما طلع لي ديناصورات إيداد. حد يشرح لي ليش؟ خاطري أعرف. أو ديناصورات صغار قاعدين نطلع الحين من البداية، كنا ما شايفين شنو، مسوين شيء قبل نحن. خل نشوفها كم مبيعه. 98 ألف. هي ببيعها زين، ببيع كم بيعطوني فلوس؟ 150 ألف. اي اوكي، يعني جيد مش سيء. يعني اذا نبغى فيوينج بلاتفورم هني، والله مكانه زين، مكانه حلو، مش اي شيء بعد. خلنا نفس اللون. اوف خيبه ايش كبر هذا. زين ونبيع هذا لانه ما له داعي يكون هني، ونعك هذا في البحر. المفروض يكون عنده افاء. ناقص انك شبر، والله ما استحوي هيك. حطي واحد هني. اوكي نوصله في هذا ونبيع هذا، خلاص ما لنا حاجه في هذا. الله غفور رحيم. شوف هاي يغطي المنطقه كامل، حتى لو حطي له مطعم بيسدني ان شاء الله. حتى لو صار ديناصورات بعيد بيشوفونه. هذا حلو اذا عندنا مكان طولي في اخر الجزيره، مسوين مكان في زاويه يكشف لي النطاق كامل، وايد زين. نيو كونتراكت الحين سكيورتي. اوكي سكسفول انكبيت سمول هاربي بور من هامد كريشن. سمول هاربي بور كنا بنسوي نحن. هذا هاربي بور بحشيش صغيرون ورخيص. هذا قاهرني انا، هذا ما اعرف شو السالفه. عندنا محل ثياب، عندنا مطعم، عندنا توي شوب. فوسل زون، شوف فوسل زون. اللي يشترون قطعة. ديسكارد انكيوبيت نيو 100% وفشل. شفتوا شيء حظا اجمل من هذا؟ شفتوا حظا اجمل انتوا ولا ما شفتوا؟ انزين سكسكونت بدا، هذا بدا 300 ألف. يعني نقدر نبدأ النيب. فوسل سنتر، ريسيرش سنتر، بنتر. أول شيء بايبه شو اسمه ريسيرش سنتر، عشان أسوي ريسيرش. ولا لا مش ريسيرش سنتر، اكسبيديشن على الأقل نبيع. النيب 400 ألف مال اكسبيديشن. ني حسبة تلعب دور، ولا نقدر نسوي مانجمنت مال الجيم بس بدون الحشره كلها. يعني خلنا ناخذ واحد جديد من البدايه نمشي. بس دان 1 مينت 75. شيء عندي قريب 75 انا؟ لا لازم هني لانه ما عندي ريسيرش سنتر. كلهم فوق ال 75، كلهم فوق ال 75. كيف قست كم تبغى 500؟ اوكي دحوا عنا نحن. هذا معناه نيو ميشن. نيو ميشن يبالي بعد دقيقة. زين خلينا عقلنا ريسيرش سنتر في الوسط. مباني إدارية وين نحطيها؟ هني؟
مبنى اثنين، نقدر نحط أكثر من مبنى، مد لهم شارع داخلي أساس يكونوا ورا الشير، ما بزوار يشوفوا المباني الإدارية، ما بهم يشوفون مباني إدارية أحسن، ما يشوفونها، ما لهم حاجة إنهم يشوفون مباني إدارية. يعني باور هي، بس يعني باور كم عندي؟ باور عندي كفي بين اكيد مشن في باور. قلنا هذا اوريدي عندنا تحت، فبسوي هذا جبيت هاتر ليس تستنين تريني بين اساس. يس صحيح. شوف الحين انت منطلع ديناصورات ترى، بس اكثر المهمات اي، بس لين الجزيرة تشل بعمرها، بعد ما تشل بعمرها ونطرش مشنات برا، يو الدنيا بخير، الدنيا طيبة ما في. بس هذا ما يتم يسوي لي فيل كل شوي بيكون صدق بخير بصراحة. يعني نكمل كم مالي ها، 58,000 دقيقة يعني. ناو ريسيرش افاليبل، هذا تساب، شوفوا طلع لنا ريسيرشات الجداد، نيو بيلدينجز، بيلدينج ابجريد، سيدات طلع لنا تشار الهاش، يسوي اديشنال ريسيرش تيم ذات اوه هذا المطلوب، نبى الريسيرش تيم ندورهم دواره. ايوه اكسبيديشن، الحين نقدر نطرش شو اسمه تيم زيادة يا جماعة، 750,000، 600,000، كل شيء غالي قام يستوي. لازم حديقة عندي دخل وايد عيل. عندنا صبغة جديدة. نايس. وعندنا أمراض جديدة بعد في المقابل يعني. وبنب شيء جديد كل شيء. بيتغير علينا. انا قاعد اسوي رخاص ترى، ولا تزعلون يعني، بسوي الغاليات بعدين، خلونا نحل مشاكلنا الحين، خلونا نفتك من مشاكلنا شوي، بنوع ديناصورات، بسوي كل شيء، بس صبركم على المشروع شوي. زين خلنا ناخذ مشن جديد، ابو مشن جديد، ابو مشن جديد. اتليست 3 نيو ديناصورس، انا اوريدي 2 في الدرب، ان شاء الله ما حد يستوي فيل في اي، لان الفيل من معور صراحه. اوكي قلت ان شاء الله ما يستوي فيل، سيده دقه فيل على طرف خشم الدب، ما سوى له واحد اثنين يعني، على 1700 درهم. شوفوا الحين هاي المدانيه متريه فلوس، بس ان نبدا بدايه، شوف بدايه زينه يعني، نسوي حق عمارنا بداية يعني، ما لعنا ديناصورات عنا هذا، ممكن أبيعهم شوي، ممكن أسوي شيء، ممكن ما تعرفون يعني، ممكن يبوننا فلوس، يردونا شوي فلوس، ممكن نسوي شوي شغلات، بس لازم رينجر تيم قريب، إنه وايد ديناصورات عندي لدرجة إنهم سوشيال كم الأعداد مالهم، 2 إلى 12، الحين شو ضاعت سوشيال، بعدها نتحمل. بعدها يتحمل امورهم طيبة يعني، نايس دام امورهم طيبة يعني هم امورنا طيبة. خلصنا مهمة بعد، اخر مرة طلبنا على نيو كونتراكت سكيورتي على طول، بعطيك كونتراكت كومبليت 250,000 اللي هو بيفتح لنا ان نحن يسأك. Request in progress. Yep. Give me a reward. I do a reward. Salam Salam. Talent. Zero. I know you're busy, but this opportunity is just too good to pass up. Tyrannosaurus. وين هذا؟ أظني عندي. Nope. ما عندي. وتوهكت في المشن. متوهقت المشن هذا. زين ابيع واحد من هاي ويدين، ترى انا احس انه ويدين
شوفوا الفيزيترز قام يجون ترى الفيزيترز قام بس حق حظيرة واحدة زي لو أسوي في بيت نوع ثاني نبغى شوي نوع يعني بخسر 230,000 بس شو بس بحط شيء يعني شيء يستاهل زي خلنا نبيع هذا سوري I'm sorry fast food شو عندنا هنا دبر نخلي 4 دكاكين بس انه شوي يسوي بوش حق هذا ان اي سي ترانسبورتينج تو سيلت ليستري عندهم سور سبيسمن المفروض ما دق عليه اكسبت مو صدق لانه هذا ب 400,000 400,000 مكلف مكلف جدا مكلف جدا خلنا نسوي اباندم حق مشن اوكي نبا وين صار هذا ترمينيت كونتراكت ريكوست نيو كونتراكت يبغى له وقت شوي عندهم سورس ما اقدر اسويه الحين بس انا اقدر اتريا هذا لانها 200,000 ولازم اسوي اي سي يو حتى هذا لازم اسوي له باندن هذا السل مش كونتراكت مش كونتراكت اوكي كونتراكت بيخسرني بس ممكن بس يبالي اي سي يو يبالي سلسل هذا انا مروم للحين ابا نيو كونتراكت مع سكيورتي بلدا كونكت اند سيل فوسل سنتر اوكي فوسل سنتر ها مشروع ناجح ممكن الحين استغنى عن الاي سي يو حق الفوسل نبغى شوية ارباح يعني فوسل سنتر يبغى له دقيقة نبغى مانجمنت مش مانجمنت نبغى اوبريشنز نبغى فوسل سنتر نبغى فوسل سنتر نوصله في الشارع في باور يعني هذا ما ظن هذا انه بيطلب باور طلب باور بحط لا لا ما يبغى باور انا حطيته هني ورا هني ورا حط سب ستيشن اوكي في باور زين هاي ليش هي هني ها مو شغلكم مباني اداريه ترى انا حاطنا بعيد عنكم تقومون انت تكون بعيد اليوم يعني هذا دكتور يشتغل عندي اوكي 84,000 زين اوكي مو مشكله هذا بيرد لنا شوي من الخسائر بالطريقة هاي اشتغل عليه لين تشوف مهمة 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 يرد لنا خسائر نرد نعطيه مرة ثانية فخلاص استوي اوكي جيجا الحين عندنا ترى هذا هو المهم ان نرد فلوس ما ردينا فلوس بعد ما منه فايدة كل البروجكت 150,000 حلوين خلنا ناخذ لنا ما نقدر نيو ديناصور جينوم اذا نيو ديناصور جينوم يعني يبالنا شو لا نبالي حظيرة جديدة بس حظيرة جديدة بعد مكلفة الحين ما نقدر نحطيها عندنا هذا يشل زوار 36 هذا عنده كم 200 وشي لا اوكي اتس اوكي تعرفون ليش احنا شغالين على نيو كونتراكت شو عندنا ناقص هاي تاي انتو توهقوني في الجيز اكس بيس سنتر تو ان اير تو كارنفور فوسرز اوكي هني وقت الحين الاكسبديشن سنتر Don't let this opportunity pass you by. Fence broken. انزين ما عندنا نذر تيم ترى. شوفوا هني تبدأ المصايب يوم ما عندكم شيء معين. تبدأ المصايب كلها تطلع. هذا من ورا الشارع كله مباني إدارية. أنا آسف والله ما أقدر أسوي شيء صراحة. ما أعرف شو أسوي يعني الصراحة. يقولوا لكن أنا ما أعرف. بس ابي احط رينجر اسي ولا رينجر الحين شفتوا المصيبه الحين الواحد يبي يختار بشل هذا
100,000. أول شيء بنحط رينجر تيم عشان نسوي كونتينمنت. أوكي نسوي رينجر تيم. أظني أروم مخدر على فكرة مع الرينجر، صح؟ أتصور إني أقدر، مش متأكد بس أظني أقدر. في حد مات؟ أوكي يلا طلعوا فكونا. وين الاي؟ فصل الاي. جاي مرة عند مبنى الإدارة. حيوان ديناصور. هاي شكله بيسوي بقريد لازم حق جسمه كله. سوشيال جروب فورست. اوكي خلص خلص. انا ليش سويت هذا؟ وانا اعرف انه هذا علة، انا اعرف ادري بان علة. ما اقدر اسوي له شيء. الحين لازم ابيع محلات عسب احط اي سي يو. 112,000. انا اسف 112,000. نبغى باور زين ونبغى اي سي يو. نبغى الاي سي يو له باور بعد. ما عندي فلوس حق باور اي سي يو. والله ستيبد ذا الحين بيني فلوس. اوكي ضربني هم على الحين ترى، بس لازم اس يو سنتر الحين. وين وين ديناصور؟ خيبه وين وصل الخايس؟ ممكن تطلعون يا رينجر تيم؟ هذا صدق جزيرة المصايب. قلت لكم جزيرة المصايب ما صدقوني. تعال يا سي يو تيم تعال فكني خلصني. تعال خلاص. اوكي على الاقل بروح اسوي لهم ريفل فود اتليست. ببيع انا هذا، ببيع ترى مسوي له واحد اثنين. والله ببيع، ما مو بوي هذا واحد يخليه مسوي لي مشاكل من البداية. أنا مو في عصابة الرأس صراحة. like أوكي look, يلا العالم كله بتروح عنا. instead of control, these animals need is understanding. trust and respect is a أي trust and respect يا رجال. راقدين على رأس العالم. هو مش مرتاح لانه بروحه معقوق في البوبيليشن ترى. ترى 50,000 مو بكره روح قلع. قشع الحين تعال طلعوا لي من وين بطلع في الفلوس حق اكسبيديشن. اكسبيديشن سنتر 400 وهي كلها يبون نيو كارنيفور. وهي نيو شو؟ نيو سبيشيز. كلهم يشردون والله سريعين الشباب. بس اذا هذا والله انه طيب مرتاح مره طيبه. هاي كومفورت فود كومفورت 100% هذا. لا انه مرتاحه مره طيبه. خله خله مريح. شو زاد توا بوبوليشن؟ خله مرتاح مو مشكلة. وين ببيع هذا؟ دائما اسأل نفسي نفس السؤال. هاي وين يبيعون؟ وين يصيرون يبيعون؟ ما ادري والله وين يبيعون. بس يلا بور ستيشن اوتج بروتكشن. لا مو عندي فلوس.
Brute power output 2. خليكم في باور الحين مو مشكلة. اوه يبالي مباني. اوه كان مكان شو اسمه صح تصدقون؟ الفيو انقلل هذا العود اللي بعناه. كني غلطان. انا غلطت يوم اني شو سويت سحبت عليه بعته. لا مش غلطان بعد. كان ممكن يسوي شغلات ثانية الصراحة. بس كان بعد في شغلات ريسكية اذا سويتها شوي نص نص. الباور كيبلز مو بشي شكلهم ترى في نص المكان. يبغى اغيره مكانهم. شوفوا الحلقة هاي بتطول اذا انا تميت اتريه فلوس. بسكر الحلقة هني. بكمل انا شي ببني شوي ولا بسوي بتريه فلوس تيني اساس يبدأ يكون في انكم فعلي. وبرجع لكم في حلقة قادمة ان شاء الله. مشكورين على متابعه هالحلقه. بنشوف هالحلقه ونشوفكم في حلقه قادمه ان شاء الله على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.